سمعت الشيخ، شنو الحل الأمثل الآن اللي ممكن أنه تقدمون عليه أنتم كوجهاء مدينة سامراء وعلماء وتشوفون نفسكم أحقية في هذا الجامع؟ يعني كيف ممكن تنحل هذه القضية؟ عزيزي أستاذ ناصر، هو سواء أعلن عن الحفل ولا ما أعلن، والموضوع مو هنا المشكلة. لا، المشكلة هي ربك سبحانه وتعالى يبين أن الموضوع هو أخذ الجامع، سواء سووا الاحتفال او لم يعملوا، والمهم الامور ماشيه كما يريدون يعني. فذلك حقيقه هذا الموضوع احنا كنا سنين نحاول عن طريق الوقف، نريد ندخل للجامع الكبير، يمنعون العتبه، ما حتى يمنعون رئيس الديوان، يعني ما يسمحون احد يدخل الى الجامع الكبير، نيجي فقط نزور سيدنا علي الهادي. وهذا الموضوع يعني احنا هذا يفتح امر اخر. احنا سيدنا علي الهادي في حمايه اهل سامراء منذ 1200 سنه تقريبا. يعني سيدنا علي الهادي اذا صار تفجير، سواء كان تفجير عليه علامات وعلامات، وذلك ناس متطرفون فعلوها او غير متطرفون، ما نعلم كيف حصل التفجير في حين غفله. هذا التفجير يعني حتى إذا فعله من أي كان، لماذا يوصم أهل سامراء بهذه الوصمة؟ لماذا نمنع من إدارة الحضرة؟ لماذا لم نشارك في إدارة الحضرة؟ لماذا لم يكن لنا قرار أيضا مع المعنيين في إدارة الحضرة وما حولها؟ لماذا يمنع أهل سامراء من المنطقة القديمة بأن هساني عندي أرض مال أجدادي أريد أسويها فندق وللزوار يسكنون بها؟ ما يسمحون لنا، لا يسمحون لنا نبني بهذه الارض، ولا يسمحون لنا نستثمر بها، ولا يسمحون لنا نبني مسجد بها، ولا يسمحون لنا اي شيء نضع طابوقه بها، بل لا يسمحون لنا نبيعها لاي كان الا حصرا للعتبه. هذا الموضوع ما هكذا تدار، ما هكذا يا زيد تدار الابل.